ولو قال قائل لماذا لم يذكر الله عز وجل أم يوسف رغم أن الأم الألم والشفقة أكثر من الأب؟ فقال أكثر المفسرين لأن أمه قد ماتت، وإنما المذكور في قوله عز وجل ورفع أبويه المراد هي الخالة. والصحيح أنه كما بين ذلك ابن جرير الطبري ونصره، وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير ما استنصره هو المنصور لسياق الأدلة من أنها لم تمت، لأن الله عز وجل قال عن يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقال عز وجل ورفع أبويه على العرش، وهذا إن دل يدل على أنها حية. فإذا الصحيح أن أمه موجودة، لكن لماذا لم تذكر؟ قيل لأن حزن الأم فيه زيادة وقد يذم ويخشى أن يقتدى بها، ولا شك أن هذا القول ضعيف باعتبار أنه ليس كل أم ضعيفة. فأم سليم رضي الله عنها سطرت أروع الأمثلة في الصبر، وغيرها كثير. وقيل إن حزن الأم معروف ومشهور، لكن أتي بحزن الأب لأنه غير مشهور. والصحيح أن يعقوب عليه السلام اشتهر أن حزنه واضح وبين، فيكون هذا القول فيه نظر، لأنه قد يكون حزن الأب أعظم في بعض الأحايين. وقيل لأن هذه القصة وردت في سياق الذكور فقط وليس فيها ذكر للنساء، فنقول هذا مردود بأن أخت موسى ذكرت من ضمن سياق الذكور، ومريم أيضا ذكرت من ضمن ما ذكر من الذكور. وقيل إن حال النساء مبني على الستر، ونقول ذكرت أخت موسى وأيضا أم موسى وذكرت مريم عليها السلام، فيكون الصواب ليس هناك عبرة أو فائدة تذكر، وإلا لو كان فيها ما فيه عبرة وعظة لا ذكرت، كحال مريم وحال أخت موسى وأم موسى. والقرآن إنما يأتي بذكر من بذكره فائدة، ولذلك مما يكون في ضمن هذا السياق إسماعيل عليه السلام لما أراد إبراهيم أن يذبحه، أين أمه وأين ألمه وأين حزنها؟ فإذا خلاصة القول أن من لم يذكر الله عز وجل ليس هناك عبرة أو فائدة تذكر، وإلا لو كان فيها ما فيه عبرة وعظة لا ذكر.